أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، سيكون من مهامهم وفقا لتوجيهات الرئيس تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، كذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها. وأوضح مدبولي أنه سيتم فتح تحقيق مع أي شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين بعيدا عن الأطر النظامية وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية ولم توفر لهم الخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات التي تسهم في عدم تكرار هذه المخالفة مرة أخرى. وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن البعثة الرسمية تتم لها متابعة ورعاية صحية على أعلى مستوى، ووفقا لبيان من وزير الصحة يبلغ إجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية 50,752 حاجة، بلغ إجمالي عدد الوفيات بها وفاة أو 28 وفاة، وهي نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، لكنه ونظرا لعدم وجود أي بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية تعذر متابعة أحوالهم الصحية، وهو ما صعب من المهام عليهم. ستتم معاقبة كل من تسبب في هذا السفر غير النظامي.